بسم الله الرحمن الرحيم وحيرته وحن سوق وقبرينا حير كان إن هري علي وآد لغة دوضي ومهيمة وآه حير كان رهنك هنتين بقرتدة آه أو بانك فما جمرد السؤال سوق عريي قرونا يبدأ كدوضي وحيرته هاي وحشوا وقت كلو عليني سادرتين حير كان أنت أو قريق أنت هتاكتو يا ديدي يا كامسي وحاو قرار الله يصدر ساس خلق الله وانا كون برينا وليد بان ساس شرك رمانتنا وحرمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. كالفردقي شنية بغولي شنية لباتناد يقولها وسيرة جمهورية الصومال لان ومانتا واي تاريخ تهي سغالي لباتن كي بشي لبات لبكوني يافري لباتن كغب صومين قصري مدح تويدة جمهورية الصومال لان سلام مركانا وشرق الدوميني مدحوينة جمهورية الصومال لان مدن المسبيح عبدي وكنو هيليني مدحوينة كوحيين كغرنكا مدن عبد الرحمن عبد الله اسماعيل السيلعي ايا لغول لفقري غضب الله حريدا امنيقا من دغدا في حالة دقود الدباء تن إيو مركي جمهورية الصومال الآن أي هشيس كي سفقرد لغا شيء دولة الفدرال كاي توبيا كاسو لبدا دولة أي كلا السحاحدين كودي بشي كوباد لبكون يافر يلا باتن وحي دولة الصوماليا قادي دقال غاون وكردن أه شعبية جمهورية الصومال الآن دولة دا الصومالية كدب مركي أي كهم جودي أما أي كسوق وستين بيش عالمك وحا أي معين سدين إن إسكاشدان كوحو كالدوان وحاك جيرا سيدا أي مرار بادن ميريا حاك الشيغين مسؤولي سرسرة وكتر سنقلوه دو سيرة سلمر كانا وكوار رمي شيخا حسن داهر أويس سقو وربحين خطبة كتشيدينية سلا راديو هاي ما مشو دولة الصومالية راديو مقدش تلابوين ككلا يعد ودني ما ده هاي قاضي دولة مقدشو وحكم ده وما دور ده ما يلا يا بنت هاي ديارد نوع جرجر كهاي أم بلاس كلوي غانو وضد حنوسنا يا كقاضي سي أما مواد حنوسنا يك قاضي سي مقالة هرجيسة و افيشن كود اما دولدود اي دحدا كعليين ارنتاس او حقيقه او دياردي iyo shirkadii lahayd bay xaqiijiyeen dawladda Soomaaliland ay xaqiijisay ارنتاس cilinta ambalaas u socota gurmad dad xanuunsanaya waa dambi ka dhana binaadnimada oo waxa loo yaqaan crimes against humanity waxaa kale oo kamida in la beegsanayo oo la bartilmaameedsanayo muwaadiniinta reer Soomaaliland ee ku sugan deegaamada ay maamusho dawladda Soomaaliya dadkaas oo ay kamid yihiin kuwa la dilay ee ay ogeeyeen in meedkooda la soo qaaday ee Soomaaliland lagu aasay kuwa la jirdilay kuwa la xidhxidhay iyo kuwa kale oo la hadidayo ولو هنشبي فلدن بيد دي دا سودان وحق ليسا هيدا هم نجاي دولة الصومالية يجو استعمال يا دقالها يو تاجر لا يبش عالم كسيان أي فلدن بيد دي دا استعمال يا شعب كشمريد الصومالة هدا بقولها وزير دو فلان غين دير يدور دير وارمها شكي يا شيء وعصوص عري جو آمدن qodobka koobaad jamhuuriyadda Soomaaliland muddadii ay qaranimadeeda la soo noqotay waxay ku naaloonaysay nabadgelyo iyada oo xidhiidh fiican la lahayd dawladaha dariska waxaana ay ka qayb qaadatay jamhuuriyadda Soomaaliland in gobolka geeska Afrika uu ahaado gobol nabada oo xasiloon
جمهورية الصومال الآن إذا ما ندى أمنجا يدولة دي هي هذه دبوا حكا غيب غاتين نبت قلية ده قبل كجيس كأفريقيا سيدا أوديد دولة ده هتشاركا وهي جمهورية الصومال الآن وسوي شيء دي نساء إن الصومال الآن كلا غيب غاتان حس اللوري ده ين نبت قلية ده أي كلنا على الله يسوق قبل كجيس كأفريقيا لبا قلها وسيره ده waxaa dawladda Soomaaliya u soo jeedinaya inay ka waantoodo colaadaha ay abaabuleyso ee Soomaaliland ka dhanka ah ee ku wajahan muwaadiniinta reer Soomaaliland ee ku nool dhulka ay maamusho kuwaas oo ay ku waxyeeleeyayso magaca dawladeed in dadka Soomaaliland ee jamhuuriyadda Soomaaliland magaca dawladeed lagu waxyeeleeyo hore ay u soo martay waxa suuq iyo dhibaato loogu geystay sida awadeed waxay uga digaysaa jamhuuriyadda dawladda xukuumadda Soomaaliya in dawladda Soomaaliya ay ka waantoodo arinta dadka ay waxyeeleeyayso ee qaar la dilay qaar la xirxiray qaar dibka loo geystay dhulka ay maamusho arintaas waxa xukuumadda Soomaaliya ay aragtay inay keenin doonto cawaaqib xumo raagta saddex maadaama ay beesha caalamku ay qoodiso isla markaana ay masruufto dawladda Muqdisho amni ahaan iyo dhaqaale ahaanba waxaanu beesha caalamka ugu baaqayna inay indho dheeraad u yeeshaan muwaadiniinta reer Soomaaliland ee lagu beegsanayo goobaha ay dawladda Soomaaliya maamusho afar xukuumadu jamhuuriyadda Soomaaliland waxay dacwad ka dhan ah dawladda Muqdisho u gudbisay hay'adaha ku shaqada leh ee garsoorka caalamiga ah iyo xuquuqda bini'aadamka xuquuqda bini'aadamka waxaanay xukuumadu ugu baaqaysaa in hay'adahaasi ay tallaabo ka qaadaan oo baaris madax bannaan geliyaan dilalkaas loo geystay dadka reer Soomaaliland iyo jirdilka loo geystay muwaadiniinta reer Soomaaliland dacwadaas oo ay xukuumadu u gudbisay hay'adaha ay khusayso shan jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama ay maamusho berigeeda cirkeeda iyo badeedaba waxay beesha caalamka u cadeynaysaa in heshiis kasta oo ay gasho dawladda Soomaaliya aanay Soomaaliland khusaynin shaqana aanay ku lahayn lix xukuumadda Soomaaliland waxay cambaareynaysaa amarada ay dawladda Muqdisho ku khalkhal gelinayso gaadiidka cirka iyo badqabka isticmaalka hawada ee geeska Afrika oo ay ugu dambeysay khatartii soo wajahday diyaaradihii Ethiopian Airlines iyo Qatar Airways ee maalintii Sabtidii isku sigtay inay isku dhici gaaraan taasoo amar khaldan oo laga soo bixiyay magaalada Muqdisho ay sababtay sida ay cadeeyeen bayloodkii diyaaradda waday Qatar Airways iyo labada mas'uuliyiinta labadii shirkadood ee diyaaradaha Ethiopian Airlines iyo Qatar Airways arrintaasoo haddii ay dhici lahayd Ilaahay inaguma keene masiibo aad u culus noqon lahayd waxaana ay ku timi mas'uuliyad darada iyo xilkas darada ay sameeyeen maamulka Soomaaliya si adag ayaa xukuumadda Soomaaliland u cambaareynaysa toddoba golaha wasiiradu waxa uu ugu baaqayaa beesha caalamka gaar ahaan hay'adaha ay khusayso maamulka hawadu sida ECAWA iyo IATA iyo shirkadaha waaweyn ee isticmaala hawada Soomaalilandba inay maamulka hawada si buuxda ugala soo xiriiri karaan oo keliya jamhuuriyadda Soomaaliland cid kalena aanay kala xiriiri karin sideed golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu shacabiga Soomaaliland ku bogaadinayaa sida ay u ilaashanayaan qaranimadooda iyo wadajirkooda isla markaana uga feejigan yihiin wax kasta oo dibindaabiyo ku ah qaranimada Soomaaliland waxaa kale oo goluhu shacabiga ku bogaadinayaa tan iyo intii ka dambeysay heshiiska is-afgarad
أي سومااليلان إيه جمهوريدة سومااليلان إيه دولادة فدرالكا إثيوبيا كلا سحيحدين إنه حقيقة ودي هيميلوين كي أي شعبك سومااليلان لهايين أي مدودة بدن كتاميين وآها إنه بيش عالمك كم من نغضان وحن الله إنه ينبليو شعبك رير سومااليلان قوضبك السقالات يقودن بيه قولها حكومة دو وحاوسي أدق وجدية وحوسي أدق وجدية عيد كاستوفا في نيسا سلمر كان ديري جيل نيسا دجارها يد بالندى سومالان عدو غوسو مليجيو غوسو مليجي شعب غير سومالان دجارها صواف يأدن يقرالبا وحكومة ودريسا وحنا سي أدق وجدريسا اللي كوان توبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشار 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 شركة إزغارسينتا سومتيل أو سوكر ديسي أديغا كافية بلاس كاسو أدكيلي كرتيد نص دولار إلا إيو كونتون دولار هادبا ما عميلكو شوبا نص دولار أو هل هل دبيع شن جي بي أو أي لسعوتو تضباتن دقيقو إيو كونتون فرين قرالي كو شوبا هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسعوتو بقلي أفرتن دقيقو إيو كونتون فرين قرالي سيدو كلا ما عميلكو شوبا لبا دولار أو هل لح جي بي أو أي لسعوتو لبا بقل إيو سديتن دقيقو إيو بقل فرين قرالي كو شوبا شن دولار أو هل سد دح يتبان جي بي إيه بر أو أي لسعته لح بقوله دقيقة يلاو بقوله فرين قرال هذا سيدو كلام عامل كشبه تبان دولار أو هل سدن جي بي أو أي لسعته كون يلاو بقوله دقيقة إيه سدح بقول فرين قرال كشبه لباتن دولار أو هل تدواتن جي بي أو أي لسعته لبكون يأفر بقول أو دقيقة إيه سدح بقول إس إم إس سيدو كلام عامل كشبه كونتن دولار أو هل بقول يا كونتن جي بي أو أي لسعته لح كون أو دقيقة إيه سدح بقول إس إم إس أذيع كافية بلاس واحد وشبان كرتا إي دهب حديك حل إبر حل أفر جيس أير تايم حديك لبا بقول أفر جيس ريسيلر حديك سدح بقول أفر جيس شركة ده إزغارسينتا سومتيل أو أتكيلي كرتو إنترنت قيمة جبن تيسر له مسنا لسكو هلين كرو